يدخلون ويخرجون. هذه هي الصور التاريخية تقول ذا درايف. هما دفتان بصريتان لكتاب الصراع الأمريكي 20 سنة في أفغانستان. انتهى بآخر طائرة C-17 وصعودها في 3:29 من يوم 30 أغسطس 2021. بين الصورتين 20 سنة عندما قرر الأمريكيون إعلان الحرب وبدأت بالCIA. كانت أول صورة في 19 شتنبر 2001 والأخيرة أخذت في 30 أغسطس 2021. إنها الألفا والأوميجا، الألف وياء الحرب الأمريكية في أفغانستان. صورة 19 شتنبر 2001 تظهر عملاء CIA في مروحية C-17 الروسية من أوزبكستان. في الأيام التي بعدها طار هذا الفريق في أول رحلة إلى أفغانستان بطبيعة الحال سرا. صنعت أمريكا تاريخين متمايزين حول ظروف محاطة بصورتين تاريخيتين، هذه وتلك. نجد مروحية روسية Mi-17 بجنود مدججين بالسلاح جالسين على صناديق ذخيرة بحبال يرتبط بعضهم بعضا كي يتأكد أنهم لن يسقطوا أمواتا أو ينزلقوا إلى الخلف في الطيران. هذه المهمة كانت في 19 سبتمبر 2001، 8 أيام فقط بعد تفجيرات 11 سبتمبر. السعائية أكدت أنها رصت $3 مليون في 3 علب من الكرتون نقدا. هذه الأموال لدفعها أجورا لتحالف الشمال من أجل مواصلة الحرب على طالبان وشراء ذمم قادة الحرب المحليين. هذه كانت بداية المهمة الأمريكية في أفغانستان. في 26 سبتمبر دخل عملاء CIA إلى أفغانستان باتصالهم مع قادة الحرب القبلية وقادة تحالف الشمال المعارضين لطالبان. ملايين من الدولارات نقدا لشراء ذممهم وإعادة إطلاق عمليات عسكرية استثنائية ومتقدمة. هذه العملية سميت جاوبريكر. اندلعت بعمليات خاصة أمريكية إلى جانب تحالف الشمال لإسقاط نظام طالبان من السلطة. في نوفمبر 2001 أخرج طالبان من العاصمة كابول. في ديسمبر، أي بعد شهر واحد فقط، لم تكن طالبان تدير أي بقعة من أفغانستان لتتحول إلى قوة معاكسة متواصلة للوجود الأمريكي في أفغانستان. وبشكل متقدم ل20 سنة وصلنا إلى نهاية الحرب. قائد الفريق 82 المجولق الأمريكي الجنرال كريس أو كريستوفر دونوهوي على ظهر طائرة C-17 وتحت تغطية من الظلام المصطنع جاءت صورة الخروج في آخر رحلة تغادر أفغانستان. في وسائل الإعلام نجد حوالي 11:59 من يوم 29، أي في الدقيقة الأولى من يوم 30 أغسطس. هذه الصورة إعلامية فقط. هذه الصورة كانت للبروباغندا، لأن بيان البنتاغون يؤكد على الانسحاب في آخر رحلة على 3:29. بين الصورتين مسار كامل من النماذج التي لا يمكن تصديقها. شرا شديدا وخيرا في بعض الأحيان يخترق بعض سلوكات الإنسان لتكون النتائج 2461 قتيلا من العسكريين الأمريكان، 3846 من المتعاقدين الأمريكيين، 66,000 من الجنود والشرطة الأفغان، 1144 من قتلى دول الناتو، 47,245 من القتلى المدنيين الأفغان،
51,191 من قتلى طالبان والمعارضة، 51,191 من قتلى طالبان ومتحالفيها من المعارضة، 444 كما هو معروف، 444 من المسعفين الإنسانيين، 72 صحفيا دون عن الجرحى، 20,000 جندي أمريكي جريح جروحا بليغة، وعشرات الملايير يقدرها البعض بألف مليار دولار إلى 2,000 مليار دولار، وهناك 800,000 جندي مروا بأفغانستان. لذلك يرى الأمريكي أن مثل هذا التواجد في كابول لم يستطع تكرار، ولن يستطيع معه الأعداء بين قوسين تكرار 11 سبتمبر. ورغم كل الأموال والدماء، طالبان عادت بعد 20 سنة لحكم أفغانستان بعد أن صنعت للساكنة مصيرها بيدها لا بيد غيرها. يعلن البنتاغون في بيانه عن نهاية الإجلاء لأطول حرب خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية، وفي تغطيته الرسمية يقول: آخر الطائرات العسكرية غادرت كابول. يقول فرانك ماكنزي جنرال المارينز وقائد سينت كوم القيادة الوسطى الأمريكية: أنا هنا لأعلن نهاية الخروج من أفغانستان ونهاية العملية العسكرية لإجلاء المواطنين الأمريكيين وباقي مواطني الدول الأخرى والأفغان. جاءت هذه الكلمات في ندوته عبر التليكونفرنس انطلاقا من المركز العام في تامبا. آخر C-17 انطلقت من المطار الدولي حامد كارزاي ل30 غشت، وبعد الظهر أي 3:29 الساعة الخط الشرقي، وآخر طائرة تخرج الآن من المجال الجوي فوق أفغانستان. وفي C-17 الميجر جنرال كريستون هوي من الجيش الأمريكي قائد القوات في كابول والسفير الأمريكي في أفغانستان روس ويلسون ليكون قادة الدولة وقادة الدفاع جميعا، يقول ماكنزي في جبهة واحدة. C-17 كان لها الدور الفعال الذي استحسنه الجميع في الإجلاء في 7 أكتوبر، يذكر الجنرال ماكنزي. في 7 أكتوبر 2001 جعلوا هذه الطائرة لإلقاء المساعدة الغذائية للأفغان الجائعين في حصار الجيش الأمريكي لتنظيم القاعدة وقادة طالبان الآوين لأسامة بن لادن. خروج C-17 اليوم كان لديها هذا الاعتبار في الإجلاء بعد 20 سنة. هذه المهمة التي أنهت بن لادن ومسانديه، وهذه المهمة تسير إلى نهايتها لكن دائما بشكل غير جيد. أكثر من 800,000 جندي مروا في أفغانستان كما قلنا، و25,000 مدني شاركوا في هذه المهمة، 2,461 قتيلا، هذا بشكل رسمي اليوم عن البنتاغون، ضمنهم 13 الذين سقطوا أخيرا في آخر أسبوع بمطار كارزاي. البعثة الدبلوماسية تراعي إلى الآن الأمريكيين الذين لم يغادروا بعد كابول، وأيضا معهم أفغان يرغبون في الخروج. إنها أكبر عملية لإجلاء المقاتلين في تاريخ الجيش الأمريكي. جو بايدن أطلق عملية نيو في 14 غشت، ومن تلك اللحظة أجلت الطائرات الأمريكية 79,000 مدني من المطار الدولي حامد كارزاي، منهم 6,000 أمريكي و 73,500 مقيم من الدول الأخرى. ماكنزي أكد أن 5,000 جندي سهلوا هذه العملية بتصميم وشجاعة ومرونة ومهنية على حد تعبيره، منهم جنود هذه القوات. شهر كامل والأمور معقدة، يعترف ماكنزي، والخطط تغيرت لأنها كانت ترمي إلى العمل مع جهة حكومية وعملية من داخل الحكومة الأفغانية وقواها الأمنية. قد تسقط المدن الخارجية وتبقى كابول، لكن في النهاية الكل غرق، كل شيء انتهى، والأجهزة الأمنية انتهى دورها وعلقت.
هذا ما يظهر. كانت مواجهة هذه الخطط باللكمات، يقول ماكنزي بالحرف، وهو الذي صرح عقب لقائه مع ممثلي طالبان في قطر بالقول أن الأوضاع قد تكون خطيرة إن تعاونتم مع أعداء أمريكا. لقد قال لقد كانوا براغماتيين، براغماتيين، كررها مرتين.